مشاهدينا الكرام، نقف على استعدادات البصرة لاحتضان بطولة خليجي 25. ينضم مباشرة معنا من مدينة البصرة مراسلنا عروة عامر، وتحديدا من فندق الشيراتون بالبصرة. مرحبا بك عروة إذا كنت تسمعني. عروة؟ نعم أحمد، أهلا وسهلا بك وبجميع مشاهدي ومتابعي قناة العراقية الرياضية. مرحبا بك عروة من جديد. أيام قلائل وتنطلق بطولة خليجي 25، كيف هي الأجواء لديك؟ نعم فعلا هي أيام قليلة وتنطلق بطولة خليجي 25، هذا الحق والاستحقاق العراقي والحلم العراقي الذي كنا نحلم به من سنين طوال. حديث الشارع البصري الآن متعلق فقط في الأسواق، في المحلات، في كل مكان حديث الشارع البصري فقط بطولة الخليج، كيف ستقام، كيف سيكون الافتتاح، كيف ستأتي الفرق، كيف سيكون الأداء، التشجيع، الجماهير، جميع الجماهير مستعدة وتستعد الآن لإظهار صورة لائقة للشعب البصري والشعب العراقي بصورة عامة. الأول تراس، الروابط مستعدة، تجهيزات على قدم وساق من قبل الجماهير. الجماهير الآن يعلمون مدى المسؤولية التي تقع على عاتق الجماهير العراقية، لذلك أكو تكاتف من بين الجماهير، أكو مساعدة بين الجماهير، مساعدة بين القوات الأمنية، أكو إرشادات، أكو تنظيم اجتماعات دائما تكون مع الجماهير. كذلك الجماهير المحافظات الباقي دائما ما يسألون عن التذاكر، عن الفنادق، فتشوف كل محافظات العراق ويتواصلون مع الإعلاميين، مع الأخوان هنا بالبصرة، مع الأصدقاء كي يحضروا إلى البصرة. أيضا حتى المحلات، هناك محلات خياطة موجودة هنا في البصرة تستعد وتعد الأعلام الخليجية، دول الخليج أعلام كبيرة، أعلام تزين ملاعبنا في البصرة. كذلك الجماهير يتسألون على موضوع التذاكر، موضوع بطاقات الدخول إلى الملعب، وهناك بعض العتب على أنه البطاقات تذهب إلى الشركات السياحية، هاي قد تسبب مشكلة للجماهير العراقية، كود ان الشركة السياحية قد تجبر انه المواطن يسكن بالفندق اللي هي تريده او الوقت اللي تحدد له. كذلك المباراة ايضا هي يعني اكو هناك رسائل انه البطاقة تكون لمباراتين، لكن هاي قد يؤثر على 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 حضور الجماهير. يعني كمثال مثلا عندك مباراة، كمثال مباراة السعودية نقول مثل مثال، واليمن بعدها مباراة منتخبنا الوطني، إذن أنا البطاقة راح تروح للجمهور السعودي أو اليمني أو بالعكس بطاقة. بما عروة بما أنه تحدثت، بما أنه تحدثت عن الجماهير بكرة سوف وخصوصا الخليجية، عروة التذاكر في أعداد، عروة بما أنه تحدثت عن الجماهير الخليجية وقدومها إلى العراق، هل بدأت الجماهير بالفعل بالوصول إلى مدينة البصرة خصوصا بالكويت كونها قريبة على مدينة البصرة؟ طبعا هي الجماهير الخليجية يعني من قبل أيام كانت متواجدة في البصرة، الوفود متواجدين، أيضا في قادم الأيام هناك حملات، هناك تنظيم للمجيء إلى البصرة، مشاهدة الملاعب، مشاهدة منتخبات، شيء طبيعي وشيء أكيد ستأتي المنتخبات الخليجية وهم يأتون تباعا. كذلك حجز فنادق موجود للجماهير الخليجية اللي راح تجي تعزر منتخباتها واللي تتمتع بالتحفة المعمارية للمدينة الرياضية، وكذلك ملعب الميناء. وبما بذكر ملعب الميناء أنه صار حديث على الإضاءة، الإنارة في ملعب الميناء، قبل قليل كنت في حديث مع الكابتن عدنان درجان رئيس الاتحاد العراقي، وأكد أنه هذا الموضوع الإنارة سيحل في الأيام القليلة القادمة. عروة بالحديث عن المحفل أو آخر التحضيرات، اللجان المسؤولة عن المحفل بافتتاح البطولة، كل اللجان أحمد، كل اللجان تعمل على قدم وساق، كل اللي موجودين، كل الاتحاد وعلى رأسهم الكابتن عدنان درجال، كلها تسعى للظهور بأفضل صورة ممكنة في خليجي 25 لنعكس الصورة إيجابية للبصرة، للعراق واستحقاقنا. كل اللجان تعمل صباحا ليلا في كل الأوقات، تشوفنا اللجان
دائما على تماس مع الجماهير، على تماس مع المسؤولين لإنجاح هذه البطولة. حتى الجماهير بصفتي مراسل العراقية الرياضية من أربيل، اتصالات كثيرة تردني من جماهير أربيل للحضور إلى البصرة. وفي الأيام قبل انطلاق البطولة بشيء قليل سوف تشاهد جماهير أربيل متواجدة في البصرة لتؤازر منتخبنا الوطني. عروة، بالحديث عن افتتاحية ملعب الميناء التي أقيمت يوم أمس وشاهدنا هناك خلل بالإنارة، هل تمت معالجة هذا الموضوع أو السير بمعالجة الإنارة الخاصة بملعب الميناء؟ أكيد بدأ العمل بتصليح الخلل اللي صار في الإنارة ليلة أمس في افتتاح ملعب الميناء. وذكرت سلفا أنه أنا كنت في حديث مع الكابتن عدنان درجال، وهو صراحة كابتن عدنان درجال مجهد ومرهق في سبيل أنه يظهر الملعب بأجمل صورة، وأكد أنه هذا الموضوع سيحل قريبا جدا، وراح نشوف أنه ملعب الميناء راح يكون أيضا من أجمل الملاعب الموجودة في البصرة وفي العراق. بالتأكيد، وهو كان يعني الملعب كان بحلة جميلة تعكس تاريخ وإرث هذه المدينة. كنت معنا عروة عامر من البصرة، شكرا على كل ما تفضلت به.